أنا ولدت شخص مبصر، لكني فقدت البصر في خطأ طبي بعد ولادتي مباشرة. عشت طفل طبيعي، وهذه يمكن واحدة من المزايا، أنه أهلي كانوا يجيبوا لي كل شيء أبغاه، حتى المواد المصور اللي أنا ما حشوفها كشخص كفيف. لكن أول مشكلة ومعضلة واجهتني في حياتي أني ولدت في مدينة ما فيها مدارس للمكفوفين، وهذا الشيء تسبب بتأخيري عن الدراسة لسنوات. فجلست كم سنة أنتظر، ولاحظت أني بديت أكبر وأشوف اللي أصغر مني واللي أكبر مني قاعدين يدرسون، وفي منهم ناس تخرجوا، وأنا مكانك سر. قررت بعدها أني أسافر وأدرس، حتى لو اضطريت أني أسكن لوحدي. ومن هنا كانت بداية التحدي. أهلي بالبداية زي كل أهل عندهم طفل كفيف خافوا كثير وين تروح وكذا. سكنت عند أخوي فترة عشان أطمنهم، بعدين انتقلت لشقة لحالي، بديت أدرس أتعلم برايل. وكان عندي هاجس، ذاك الوقت كان بداية السوشيال ميديا، تكلم عن 2009-10 تقريبا. صرت أفكر أكيد في كثير بيوت فيها مثلي، فيها ناس مكفوفين، يمكن أهلهم زيادة خايفين عليهم، فما ودي قصتي تتكرر، خصوصاً وأن الأهل إجمالاً مش سيئين، هم بس مش عارفين كيف يتعاملون مع الطفل الكفيف. دخلت على تويتر، كنت متحمس، أبغى الناس تقرأ تغريداتي، أبغى أحاول أنشر الوعي قد ما أقدر بالمكفوفين. بس اللي فاجأني أن جاني هجوم على تويتر مش طبيعي. صارت الناس تقولي كذاب، أنت تتبلع على نفسك، أنت تشوف وقاعد تستهبل علينا، جعلك العمى إن شاء الله. وكل ما أقول هالسالفة ذي أرجع أكد على شغلة، أنا برضو كنت ملكة، لما أحد يقول لي عساك العمى أقول له آمين إن شاء الله، لأنه أم توتلي بلايند، في عمى أكثر من هالعمى؟ ما في نهائيا. فكان الموضوع عادي جدا، هم يعتقدون أني أنا مبصر وقاعد أستهبل. طنشت يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين، تفاجأت أن حسابي تقفل. جتوا إبلاغات أنه هذا يدعي العمى، ما أدري ليش تقفل بالضبط، بس أعتقد أنه هذا السبب تقفل. وعرفت وقتها أنه إحنا المكفوفين نحتاج توعية المجتمع فينا بحاجاتنا، في كثير أخطاء لازم المجتمع يتوعى فيها، من أبسطها أنه إحنا نشوف أسود، ظلام. مجرد الاعتقاد هذا عن المكفوفين يعطيك تصور سلبي قاتم عن مجتمع العميان، اللي هو أبداً مش كذا، وأنا من الناس أكلمكم وأنا شايف كل الأنوار اللي حولنا.